حلمت دوما أن ألعب مع فريق قوي. إصرار رؤى ومثابرتها على التدريب دفعاني إلى أن أمضي في تحقيق هذا الحلم. لم يكن جمع أعضاء فريق المتفوقين سهلا لأن جميع لاعبيه أقوياء، لكن في النهاية شكلت الفريق، شاركنا في البطولة الوطنية ووضعنا أنفسنا على المحك. كان هناك فرقاء أقوياء جدا، لكن قسوة المنافسة لم ترجعنا إلى الوراء، بل مضينا قدما. كنت أظن أن فريق الصقور الأقوى في العالم، لكن تبين لي أن هناك من هو أقوى من مراد. كان مهند لاعبا متوحشا، ولكن يقال إن صدقت العزم وجدت السبيل. أتى من يأخذ بيد فريق المتفوقين، وكان ذاك الشخص أبي. كان مهند أشرس لاعب واجهته في حياتي، وكانت مباراته الأصعب أيضا. على الرغم من ذلك استطعت التواصل بيني وبين النمر الناري وفزنا. اليوم الأول. إنه مبنى بطولة العالم ويدعى مبنى المؤتمرات العالمي. إنه مذهل. انظر أيها النمر الناري، ها قد وصلنا أخيرا. حسنا يا فريق المتفوقين، لنشعل هذه البطولة حماسة. هذا الأمر لا غبار عليه، سأشعل المدرجات حماسة بلعبي المميز. أنت غريب بسام. عليك أن تنفذ خططي، وقتئذ ستلعب جيداً يا صديقي. هذا في أحلامك، لما علي أن أنصاع لخدعك وخططك الهزيلة؟ ماذا تقول؟ خططي هزيلة؟ أتتكلم من معدتك؟ أنا أتكلم من معدتي أيها المتعجرف. يا متامر، ألا تملاني من الشجار؟ أنت ستتوقفاني عن الشجار والخلاف كالأطفال. سامحينا من نعيدها ثانية. هكذا دوما. ظننت أن رؤية مبنى بطولة العالم سيرهبكم ويجعلكم متوترين قليلا. حافظوا على هذا المرح والحماسة حتى النهاية. نخاف ونتوتر؟ أتظننا مجموعة ضعفاء أيها المدرب؟ هذا صحيح، فريق حلم الغد وغيرهم سوف نهزمهم. أنت على حق، سنسحق أي فريق يقف أمامنا. المتفوقون. لا يقهر، سنحقق النصر دوما، وهذا وعد. سنكون كالرعد يحطم الخصوم ويكون لنا يوم سعد. ماذا أصابهم؟ إنهما مجنونان. المؤسف يبدو أنهما قد فقدا عقليهما. يا لهما من غريبي الأدوار. هذان الاثنان يسببان الإحراج. تظاهر بأنك لا تعرفهما. هل حقائبكم معكم؟ لنذهب. هيا. انتظروني. إذن هذا مستوى البطولة العالمي. شرفة تطل على منظر جميل. أيها المدرب، إلى أين أنت ذاهب؟ سأسجل أسماءنا في مقر الصيانة الرئيسي. حسناً، أراك على خير. رؤى. هاي رؤى، أنا هنا، هل ترينني؟ كيف حالك يا رؤى؟ المذيعة سهى، هل ستقيمين هنا؟ هل ستكونين جارتي؟ أجل، قولي عنا كلاما جميلا. حسنا يا رؤى. ماذا؟ ما الذي تقصده؟ القوانين لا تسمح بذلك يا سيدي، أرجوك أن تذهب الآن. قلت لك أريد أن أرى ابني، لماذا لا يسمح بذلك هنا؟ ستشارك ابنتي في البطولة، أنا والدة اللاعبة رؤى. أظن أنك تعلم من رؤى، أليس كذلك؟ هذه أمي. لا يسمح بدخول غير الرياضيين والفريق الرياضي المشارك وعمال المنشأة. أنا آسف، هذه هي القوانين ولا أستطيع أن أفعل شيئا. ما هذا النظام الذي يمنع الأب من رؤية ابنه؟ هل هذا النظام نظام سجن؟ أنتم تسجنونهم. هذا ضروري لحماية اللاعبين المشاركين. هي بسام، الوضع متوتر، أسرع. ماذا حدث يا رؤى؟ يا إلهي، كان موقفاً محرجاً جداً لا نحسد عليه. ما المحرج في الأمر؟ قع
قل خيرا أو اصمت. القانون قانون، لا يجوز تجاوزه والغضب على من يطبقه يا أبي. أنت محق، يبدو أنني كنت فظا معه. هذا غريب حقا، كل ما في الأمر أن أما أرادت رؤية ابنتها، لما كان فظا معنا؟ على كل حال، هل لديكم مكان تقيمون فيه؟ نعم، وجدت مكانا جميلا. ماذا؟ ستقيمون هنا؟ أوه، يبدو أنكم التقيتم أبلادكم. نعم، أعرفك، هذه ابنتي رؤى. أوه، ممتازة، ممتازة، ممتازة جدا. لقد ظن أن اسمك ممتازة. ألم يسمع بي من قبل في المباريات؟ ربما يعرفك، لكنه لم يقصد أن اسمك ممتازة، إنه يكرر هذه الكلمة كثيرا. فهمت الآن، لا ترمي الفتن مرة ثانية يا بسام. سررت بمعرفتكم، أهلا بكم في فندقي المتواضع. أهلا يا رؤى. نعم الأمور بخير. حسناً، لا بأس، سيتناول بسام ورؤى العشاء مع عائلتيهما. حسناً، هذا جيد. المدرب في محل الصيانة وسيتأخر. أشعر بالملل، ما رأيك أن نخرج قليلاً يا تامر؟ مشغول بجمع المعلومات. هناك قواعد مختلفة لبطولة العالم، يجب أن نعلمها قبل بدء المباريات. حسناً، لا بأس. ماذا لديك؟ ألا تريد التنزه في هذه البلدة؟ هناك أمور جديدة وجيدة للاكتشاف. أمور جيدة؟ كيف ذلك؟ سأشرح لك. هناك شوارع جميلة ومتنزهات وأماكن للتسوق إن أردت. لا شكراً، لا أحب التسوق. ماذا بك؟ لم أقصد التسوق فقط. يبدو مرتخياً جداً، القلب الدوراني غير مشدود. حسناً، انسيا الأمر يا محبي الملل والضجر، سأذهب وحدي بعد قليل. إنه مذهل، ستندمان على بقائكما وخروجي يا رواد وتامر المملان. سأحاول البحث عن موقع آخر الآن. إنه لذيذ جدا. ترى كيف علي أن أذهب الآن؟ من هذه الطريق أم من هذه؟ يا إلهي، يا للمسكين، هذا مؤسف. هل سيخرج؟ توقف، هذا لا يزال الجرو بخير، كدت أن تقتله. يصعب إخراجه من هنا. لا تقلق، سنجد طريقة ونخرجه. لننظر، أنا أستطيع فعل ذلك. سأخرجه الآن. واحد، اثنان، انطلاق. هذه فكرة جيدة، دعني أساعدك. أجل، هيا بنا. واحد، اثنان، انطلاق. نجحت الخطة. لنحاول تحريك أكبر قطعة حجر معاً الآن. هيا بنا، سأحرك الحجر من الداخل. أنا سأدفع به إلى الخارج. أنتما رائعان حقاً. ممتاز، بقي أمامنا قليل. لنقم بذلك. أخرجنا كل الحطام من أمامه. أنت على حق.
بقي أن نخرج تلك القطعة في الداخل. لكن ذلك خطر جدا، فقد ينهار تماما إن قمنا بإخراجها. إذن ماذا سنفعل؟ أظن أن هناك طريقة ما. قل ما هي. سأخرج قطعة الحجر ثم أضرب الجزء العلوي من الأنبوب المعدني لينحرف ويصير دعامة للسقف تمنع انهيار المكان. لن يكون ذلك سهلا. ليس هناك حل آخر. اعتمد علي لنجرب ذلك. واحد، اثنان، انطلاق. هيا أيها النمر الناري، هيا يا قرن الوحش. لقد نجحنا. أحسنت مرأي. أحسنت صنعا. أنت أيضا. يبدو أن هذا الجرو بخير. أعرفك نفسي، أنا سليم عنتر. أهلا بك، وأنا اسمي لؤي. كانت حركات بلبلك رائعة جدا. هل أنت لاعب بلابل؟ نعم، وأنت أيضا؟ أجل، أنا من فريق المتفوقين للبلابل. لم أفاجأ بك، إن مهارتك عالية جدا في لعب البلابل. أنا أنتمي إلى فريق البيرق، هذه أول بطولة لنا. والأولى لنا أيضا. أرجو أن نستمتع باللعب فيها. هل ستشارك في البطولة العالمية بالبلبل الذي رأيته؟ إنه يدعى قرن الوحش. رائع، إنه بلبل جميل جدا. رأيتك تتحكم فيه جيدا. نعم، إنه معي منذ مدة طويلة. أستطيع أن أعلم حاله بكل سهولة من صوت دورانه فقط، لذلك أنا بحثت عنه. هذا مؤلم. أين كنت تتسكع أيها المشاغب؟ ألم أقل لك إن هناك اجتماعا مهما سيقام بعد قليل؟ أنا آسف، كنت سأذهب بعد قليل إلى هناك، لم أنوي التأخر. اصمت أيها المشاكس، تحتاج إلى جلسة تأديب. هاي سليم، إلى اللقاء الآن. مع السلامة. باور توب بليت. واحد، اثنان، انطلاق. ألعاب تحدي جديدة قادمة، مقابض هجوم قوية تعطي دورانا مثيرا. التقط التوب بليت مستخدما لوحة الهجوم، وضعها في ساحة المعركة لتزيد متعة النزال. باور توب بليت. أهلا أهلا، أين كنت يا سيد؟ ماذا هناك؟ ألم تقل إنه لا جدول أعمال؟ يسرني أن أخبرك أن هناك ما تفعله. هل تعلم ما القوانين المختلفة أولاً؟ ها، أجل، أعلمها بلا ريب. ستكون هناك لعبتان مزدوجتان أولاً، والمباراة الأخيرة ستكون أحادية. والأدوات، سيستعمل ملقط جديد وقوس إطلاق وقرص هجوم جديد. أنا أعلم. أرأيت؟ رأيت. وماذا تعلم عن نظام إحراز النقاط؟ أنا أعلم. لا أعلم. دعني أختبر معلوماتك. إن قمت بهجوم تصد ورميت بلبل الخصم خارج الحلبة، فكم نقطة تكسب؟ في هذه الحال أكسب نقطة واحدة. توقعت هذا. متى ستأخذ أمور البطولة على محمل الجد؟ تنتظرنا فرقاء قوية في بطولة العالم يا سليم. على مهلك، دعني أتنفس. من يمنعك من التنفس؟ سأشرح لك القوانين عن طريق تسجيل موضح، فانتبه. نعم، سأفعل. هناك ثلاث طرائق رئيسية لإحراز النقاط. الأولى، الإخراج المباغت، والثانية، الرمي خارج الحلبة، والثالثة، رمي بلبل الخصم عن طريق الشبكة. إن هزيمة الخصم في الحلبة يدعى الإخراج المباغت، وفي هذه الحال يكون أمامك طريقة تامر نزق هذه الأيام، حرمني من وجبة الطعام. لو سمحت يا سيدي. تعليق آخر. أرجوك تعليقكم على الفرقة. من أقوى لاعب في فريقي فقط تعليق. إنه فريق حلم الغد، لنذهب كي نرى. لماذا؟ ليس هناك داع أبدا، سنراهم في البطولة. يمكن أن توقع لي. سؤال سيدي، أرجوك. وقع لي يا سيدي. إنه لؤي. أرجوك يا سيدي، هل لي أن أحظى بتوقيعك؟ من فضلك سيدي. تعال لنذهب إلى المطعم معا. أهلا سليم. أشعر بأن الجميع محتفل ببطولة العالم.
لا يختلف الطعام هنا عن أضخم المطاعم. شعرت بخيبة الأمل لأنني لم أحصل على توقيعهم. ستراهم وقت المباريات وستحصل على توقيعهم. أجل، أستطيع فعل ذلك وقتئذ. قلت لي إن فريق المتفوقين يشارك أول مرة؟ صحيح، عملنا بجد ووصلنا إلى البطولة. لا أصدق أن حلمي تحقق ووصلت إلى هنا. ما مستوى فريقك في اللعب؟ هل هو جيد يا لؤي؟ جيد، قال المدرب إن هدفنا نصف النهائيات. لا أحد يعلم. هنا كثير من الفرقاء القوية، لنبذل جهدنا ولنقدم أفضل ما لدينا. نقدم أفضل ما لدينا؟ لم يتوقع أحد أن يصل إلى البطولة الوطنية عندما قمنا بتشكيل فريق المتفوقين، لكننا في بطولة العالم الآن. حسناً، أنا أيضاً سأقدم أفضل ما لدي. ما رأيك أن نخوض مباراة ودية ونخرج من الملل؟ فكرة جيدة. أخبرني، ما هي قواعد اللعبة؟ بما أن هذه اللعبة ودية، الذي يدفع الآخر نحو الشبكة يفوز. حسناً، أنا موافق. واحد، اثنان، انطلاق. سأبدأ أولاً. قرن الوحش، سحقوا الجيجا. يهجم إلى الأمام بلا تفكير، لم ينتبه أن الحلبة صعبة. الضربة الانسيابية. راقبني، حان دوري الآن. النمر الناري، العدة الملتهبة. كن حذرا، هيا انعطف. اقتربت من الفوز، كدت أهزمك بجولة واحدة. كدت أهزم. يبدو أن المباريات العالمية مختلفة. إلى أين أنت ذاهب؟ لن أدعك تهرب. ضربة النار الحلزونية. سريع جدا. قرن الوحش، حانت نهايتك. النمر الناري، العدة الملتهبة. يا قرن الوحش، انعطف إلى اليمين. إنه سريع ودورانه قوي جدا. لعبه جيد، يتحكم في البلبل جيدا. كرر الهجوم ثانية، العدة الملتهبة. استعمل المكابح يا قرن الوحش. كدت ترمي بي خارجا، يصعب علي المتابعة. إن كان هذا مستواه الحقيقي فلن أضطر إلى استعمال الطاقة العمياء. سأعيد المحاولة. قرن الوحش، سحق جيجا. أحسنت، تابع دفعه يا قرن الوحش. هيا ابتعد أيها النمر الناري. قرن الوحش، عليك أن تصمد له قليلا. هجوم الموجة العارمة. هيا وجها لوجه، النمر الناري، الانفجار البركاني. لقد كان هذا مذهلاً، لقد قلب وضعه من الوضع الحرج إلى وضع القوة. لا أصدق عيني، تلك الحركة رائعة، قلبت حاله تماماً من الضعف إلى القوة. لا يهمني أن أفوز أو أخسر، كانت هذه أروع مباراة خطها في حياتي، لكن الفوز جميل يا قرن الوحش. إنه يبتسم. هيا أيها النمر الناري. هذا مستحيل. الآن قرن الوحش، سحق الجيجا. كدت أنجح، كاد يخرج بسهولة. ما سبب هذا التغير المفاجئ؟ يتنقل بين الهجوم والدفاع. هيا يا
الوحش! سحقوا الجيجا! انعزف! هيا يا قرن الوحش، هجوم القفزة! قد يسوء حالي إن طال الأمر أكثر، لا خيار الآن. لم أرغب في استعمال الطاقة العمياء، لكنني مضطر. النمر الناري، الطاقة، العدة الملتهبة. هجوم! فرصتي الوحيدة في الهجوم المضاد بعد أن يهبط. سأنتظر إلى أن يقوم بالهجوم المضاد. الآن الطاقة، العدة الملتهبة. انتهى أمرك يا قرن الوحش، هيا اقفز. قرن الوحش، سحقوا الجيجا المدمر. مستحيل، لا أصدق عيني. هل فزت حقاً؟ لقد فزت! خسرت! لقد فزت! أنا؟ في الحلقة القادمة. أنا محبط يا أصدقاء، لابد أن نتمرن على ضربات جديدة. ليس هذا وقت الإحباط، نشر جدول مباريات بطولة العالم على شبكة المعلومات. هناك فرقاء لم نسمع بها. ستكون المباراة القادمة بين فريق الصياد وفريق العنقاء. هذه بطولة العالم، تحمل في جعبتها مفاجآت كثيرة. إنهم التحدي الأكبر. هل سنكون نداً لكل هؤلاء الفرقاء الأقوياء؟ في الحلقة القادمة، فريق العنقاء. باور توب بليت، واحد اثنان انطلاق. ألعاب تحد جديدة قادمة، مقابض هجوم قوية تعطي دورانا مثيرا. التقط التوب بليت مستخدما لوحة الهجوم، وضعها في ساحة المعركة لتزيد متعة النزال. باور توب بليت.